وتعالى وبركاته. تتمنى قبل ما نبدا الفيديو هذه، تتمنى من الجميع انهم يشاركوا هذا الفيديو هذا على اوسع نطاق باش يوصل ان شاء الله الجميع، يستفد منه الجميع ان شاء الله. ديكريتو تشيتاديناسا اللي جات به الحكومه الجديده راه سالوا منه البارح، اليوم راه كيف لا كازيتا، اليوم راه هو كاين موجود يعني على صفحات الانترنت. ما جاش يعني بشي تغييرات كبيره كبيره، بقات هذيك المساله ديال 9360 يعني ديال ليزي ما خصهاش تكون فايته. اللي كاين هو مثلا عائلات اللي يقدروا يستافدوا، عائلات مثلا كتكونوا من خمسه افراد وعندهم جوج وليدات مينور قاصرين وثلاثه مثلا بالغين، ممكن توصل مساعدة حتى ل 1330 اورو. بالنسبة للناس اللي كارين عندهم مساعدة تقريبا ديال 280 اورو. بالنسبة اللي باقي مازال الدار تيموت وتيخلص فيها عندهم مساعدة ديال 150 اورو. القانون في هاد 30 يوم هادي النيبس المعهد الوطني للضمان الاجتماعي غادي يصدر واحد السيتو في جميع الاوراق اللي الانسان غادي يطلبوا عليه. كاينه كذلك سميتو البريد، كذلك يمشي له الانسان ياخذ واحد يمشي اجورني تسو ديكلاراسيون سوسيتيفا اونيكا والنيبس. هاد جوج الورقات هادو هما اللي ضروريين في هاد القانون هذا، مع واحد الاستماره اللي خص يعمرها الانسان باش يدفع عليهم في النيبس. كذلك الناس اللي كاين عاوتاني، الناس اللي مساكن الله يطلق سراحهم في الحبس ما عندهمش استفاده، الناس اللي في السبيطارات وفي معاهد ديال السبيطارات الصحيه مثلا الامد الطويل ما عندهمش هما استفاده. شنو اخر اللي عنده الدار يقدر ياخذ، واخا عنده الدار واخا تكون كاع حتى لا كازا الثانيه الدار الثانيه يقدر ياخذ غير باتريمونيو ايموبيليار ما يفوتش الصومه ديال 30000 اورو. ما يكونش عندك فلوس في البنكه، ما تكونش عندك شي باركه، باركه راك لاباس عليك وغادي تحتاج الدعم. القضيه ديال السياره راه باقه، يعني ما تكونش عندك السياره 6 شهور قبل من هذا القانون هذا ما خصش تكون عندك السياره، ما تكونش عندك عامين دازت سياره من غراندي تشيلندراتا 1600 سنتيمتر مكعب ولا شي حاجه بحال الشكل، ما يكونش كان عندك موتور كذلك 250 في العامين الفائته اللي دازت، ما تكونش عندك تهوايا. الناس اللي فوق من 65 عام وقيلا 65 غادي نعطيكم بالضبط، راه نخلي اللينكات باش تشوفوا نتومايا وتطلعوا على الامور نتومايا. غيعطاهم بنسيون دي تشيتاديناسا ماشي ريديتو دي تشيتاديناسا. كذلك الناس اللي طردوا من العمل ليسينسيامينتو بطريقه يعني غير مبرره، راه ما عندهمش 12 شهر، ما عندهمش ب 12 شهر ديجا ما عندهمش هما الدعم في هذه المساله هذه. الناصبي اللي عنده ناصبي ما كاين حتى شي مشكل، ممكن انه يطلب حتى هو هذا الدعم هذا، تتعارضش الناس في مع الدعم هذا ديال ريديتو دي شتادينانسا. كذلك الناس اللي غادي يتلاعبوا بالقانون او غادي يحتالوا على القانون راه كاين الحبس من سنتين الى 6 سنوات. يعني كثير كثير من قوانين القانون زعما راه خرج البارح، دابا غادي نطالع عليه وغادي نتسنى اي واحد يسيب السيرات مع شي واحد، راه غادي ان شاء الله نجاوب عليها ان شاء الله. وغادي نخلي لكم اللينك اللي غادي تشوفوه في البلاصه ديال التعليقات، راه غادي نخلي لكم اللينكات كاملين ودخلوا تشوفوهم، واللي ما فهم شي حاجه راه غادي نجاوبو ما كاين حتى شي مشكل، نحاول باش نجاوب كل شيء لان رغم عارفين عباد الله بزاف، المهم غادي نحاول انه غادي نحاول انني نجاوب الجميع ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين كما قلت لكم راه يبدا به العمل، المهم في خلال 30 يوم دابا من هنا شهر تقريبا راه يكون ديجا النيبس خدام مع الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو النيبس خدام في هذا السيتو هذا، وممكن غادي تلتجئوا لهاد الوراق هادو يا اما البريد البوسطه
او السونتر المعهد هذيك الخاصه، راه كاينين بزاف ديال الاجنسيات خاصه راه ممكن حتى همايا انهم يساعدوكم في هذه القضيه هذه. ممكن كاين تسو اللي عنده تسو راه هي هذيك، اللي ما عندوش خصو يمشي اجورنيا وليزي تسو راه هي كما قلت لكم ديكاراسيون ديال سوستيفا اونيكا معروفه، وليزي راه معروف ليزي شنو هو. هذا ما كان عندي في هذه الحلقه هذه، تتمنى انكم تبارطاجوا الحلقه هذه على اوسع نطاق باش توصل للجميع ان شاء الله. نسيت كذلك واحد المساله هذه، الناس اللي غادي يبداو يتخلصوا اين فوا يبداو يتخلصوا راه في خلال 6 اشهر الاولى ممكن تبروبوزي عليهم الدوله ثلاثه ديال الانواع ديال الخدمه خصهم يقبلوها، ما قبلوهاش راه القضيه غادي يقدروا يسحبوا منهم هذاك الدعم. وفي 6 اشهر الاولى ممكن انهم يشوفوا الخدمه مثلا بعيده مثلا ب 100 كيلومتر على مكان السكن ديالك، من بعد 6 اشهر يقدروا يقول لك يعني تقدر تجيك شي خدمه عاوتاني تمشي لها، وخا تكون اي منطقه في ايطاليا. الناس اللي غادي تعفوا من هذه المساله هذه اللي عندهم مثلا دراري صغار او عندهم شي واحد معاق في المنزل ديالو. تتمنى انني نكون شرحت الاهم الحوايج اللي كاينين في هذا القانون هذا، وتتمنى منكم انكم ديروا لايك وديروا اشتراكات ودعموا هذه القناه هذه باش نستمروا وتعطيونا ديك الشحنه ذاك باش نبقاو غادي امام ان شاء الله. والى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.